السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أعزائي الطلبة، معكم أستاذ عبد العظيم، مدرس مادة الأحياء. في محاضرة اليوم سنتطرق إلى الفصل الثالث، Food Chains and Element Cycles in Nature، السلاسل الغذائية وكذلك دورة العناصر في الطبيعة. The Interactions of Life، تفاعلات الحياة. One of the properties that distinguishes living things from non-living things is their nutrition. بكل طبع أن التغذية هي إحدى الخصائص التي تميز الكائنات الحية عن الكائنات غير الحية. Organisms feed and acquire materials necessary for energy production, regulation, and assembly. بكل تأكيد تتغذى الكائنات الحية وتحصل على المواد اللازمة لإنتاج الطاقة وكذلك من أجل تنظيمها. وكذلك من أجل التركيب، من أجل تركيبها. Organisms are classified according to their feedings, to their feeding styles. Two, autotrophic organisms. أن الكائنات الحية تقسم وفق أو تصنف وفق أسلوب تغذيتها، فتقسم إلى autotrophic organisms، الكائنات ذاتية التغذية. كذلك تعرف هذه الكائنات بال autotrophs. Autotrophs produce their own food from inorganic substances. بالطبع عندنا ذاتيات التغذية ستقوم بإنتاج غذائها من المواد الغير عضوية. Autotrophs ذاتيات التغذية are either photosynthetic or chemosynthetic according to the energy used. عندنا ذاتيات التغذية تنقسم إلى كائنات ذاتية التغذية ضوئية، أي تقوم بعملية التمثيل الضوئي، أو قد تكون هذه الكائنات ذاتية التغذية كيميائية، أي تقوم بعملية التخليق الكيميائي. هذا يعتمد على نوع الطاقة المستخدم، أي نوع الطاقة التي ستقوم باستخدامه هذه الكائنات في إنتاج غذائها بنفسها. عندنا كما قلنا النوع الأول سيكون photosynthetic autotrophs، ذاتيات التغذية الضوئية أو التي تقوم بعملية التمثيل الضوئي. These organisms produce organic molecules from inorganic molecules using sunlight energy. هذه الكائنات ستقوم بإنتاج الجزيئات العضوية عن طريق استخدامها لجزيئات غير عضوية، وذلك بوجود الضوء، يعني مصدر الطاقة التي ستقوم باستخدامه هو الضوء من أجل إنتاج جزيئات عضوية باستخدام جزيئات غير عضوية. Green plants, algae, and blue-green bacteria are photosynthetic autotrophs. عندنا أمثلة على ذاتيات التغذية ستتمثل بالنباتات الخضراء، الطحالب، وكذلك البكتيريا الخضراء المزرقة. Some bacteria use hydrogen sulfide. بعض أنواع البكتيريا ستستخدم كبريتيد الهيدروجين، أو قد تستخدم الهيدروجين instead of water، يعني بدل الماء. The bacteria using these don't release auto. طبعا هذا نوع من البكتيريا ستستخدم هذه أنواع من العناصر، لن تحرر الأكسجين. هذا النوع الآخر من ذاتيات التغذية هو ذاتيات التغذية الكيميائية أو التي تقوم بعملية التخليق الكيميائي. Some bacteria oxidize inorganic substances and release energy. بعض أنواع البكتيريا التي تؤكسد المواد غير العضوية وكذلك تقوم أو تحرر أو تطلق الطاقة. From this energy ATP is synthesized. طبعا من هذه الطاقة المتحررة سيتم تخليق الـ ATP أو تصنيع الـ ATP. ATP is used in production of organic substances from inorganic ones. بكل تأكيد عندنا الـ ATP سيستخدم في إنتاج المواد العضوية من المواد الغير عضوية. Sense chemicals are used in place of light. بما أنه تم استخدام المواد الكيميائية بدل الضوء يعني كمصدر للطاقة. This photosynthesis is called chemosynthesis. طبعا هذا النوع من التركيب الغذائي سيسمى بالتخليق الكيميائي. Chemosynthesis. لماذا؟ لأننا استخدمنا مصدر آخر بدل الضوء، استخدمنا مواد كيميائية. Examples of chemosynthesis. طبعا أمثلة على الكائنات التي تقوم بها التخليق الكيميائي هي أنواع البكتيريات، بكتيريا النيترات وبكتيريا النيتريت، بكتيريا النيتريت والنيترات.
هذا فيما يخص الذاتيات التغذية الكيميائية، وكذلك ما سبق بالذكر ذاتيات التغذية الضوئية. كل هذا النوعين من ذاتيات التغذية يندرج ضمن الكائنات ذاتية التغذية autotrophic organisms. بعد ذلك عندنا نوع آخر يسمى بالautoheterotrophic organisms. كما نعرف أن مصطلح heterotrophic organisms يعني الكائنات الحية غير ذاتية التغذية، لكن هناك نوع معين من الكائنات الذي يقوم بشيء مميز، يقوم بعمل مشابه لما تقوم به الكائنات ذاتية التغذية، وكذلك يقوم بعمل آخر مشابه لما تقوم به الكائنات غير ذاتية التغذية. And some unicellulars carry chloroplast and practice photosynthesis. عندنا بعض الكائنات أحادية الخلية تحمل أو تحتوي على البلاسيدات الخضراء وتقوم بعملية التمثيل الضوئي. These organisms carry out photosynthesis in the presence of light. طبعا هذه الكائنات ستقوم بعملية التمثيل الضوئي بوجود الضوء، أي تعمل عمل الكائنات ذاتية التغذية. While at night they obtain food from their surroundings. ولكن بغياب الضوء أي في الليل ستحاول الحصول على غذائها من محيطها، يعني ما يحيط بهذه الكائنات الحية، ستحاول هذه الكائنات الحية الحصول على غذائها منه، أي ستقوم بعمل الهيتيروتروف اللي هي كائنات غير ذاتية التغذية. عندنا انسيتوفيروس التي هي عبارة عن أنواع من أنواع النباتات الظاهرة في الصورة. Plants, هي أنواع من النباتات, have chloroplasts like green plants and carry out photosynthesis. عندنا هذا النوع من النباتات تقوم بعملية التمثيل الضوئي، وكذلك بسبب احتوائها على الكلوروبلاست وتقوم بعملية التمثيل الضوئي. At the same time, وفي نفس الوقت, since these plants live in nitrogen deficient soil, they obtain nitrogen by eating insects. بما أن هذا النوع من الكائنات تعيش في تربة تعاني من nitrogen deficiency، اللي تعاني من تربة، يعني من تربة تعاني من نقص في النيتروجين، فإنها تحصل على النيتروجين by eating insects بواسطة التغذي على الحشرات. They secrete enzymes to digest insects proteins. ستقوم بفرز، يعني بهذا النوع من النباتات الذي سيصطاد هذه الحشرات، ستقوم بإفراز انزيمات ستساعد على هضم بروتينات هذه الحشرات. The amino acids released are absorbed into the cells and used in metabolism. طبعا هذا بعد أن تقوم بإفراز الانزيمات على هذه الحشرات ستتحرر وستتحول البروتينات إلى جزيئات أصغر التي هي الأحماض الأمينية، والتي ستتحرر ويتم امتصاصها إلى داخل خلايا هذا النوع من النباتات. And used in metabolism. وبكل تأكيد في نهاية الأمر ستستخدم في العمليات الأيضية. أمثلة على هذه النوع من النباتات هي دايونيا، هنالك نقص حرف أي بين حرفي الأين والإي، دايونيا، تروسيرا، and نيبينثيس. كذلك هناك نقص حرف H بعد T والES، نيبينثيس. هذه أنواع من النباتات التي تسمى ب insectivores، الحاشرات، النباتات الحاشرة والتي تتغذى على الحشرات. النوع الثالث هو heterotrophic organisms، الكائنات غير ذاتية التغذية. عندنا أمثلة animals, fungi, some bacteria and protists can't synthesis their own food and get it from other organisms or decaying matter. طبعا كائنات غير ذاتية التغذية هذه الكائنات لا تستطيع، يعني مثل أنواع الحيوانات الفطريات وبعض البكتيريا والطلاعيات، لا تستطيع تصنيع طعامها وتحصل عليه من الكائنات الحية الأخرى أو من المواد المتحللة. Heterotrophs have different types of nutrition according to their habitat and food type used. طبعا هذه الكائنات غير ذاتية التغذية لها أنواع مختلفة من التغذي، وهذا يعتمد
على المسكن الهابيتات and food types وكذلك على نوع الغذاء المستخدم. عندنا holozoic nutrition الكائنات التي تتغذى بالتغذية الحيوانية أو التغذية العضوية. This is the form of nutrition used by most animals and involves the ingestion of complex food, which is broken down into simpler molecules before being absorbed. طبعا هذا النوع أو هذا شكل التغذية الذي تستخدمه معظم الحيوانات يستخدم من قبل معظم الحيوانات ويتضمن تناول الطعام المعقد والذي يتم تقسيمه إلى جزيئات أصغر وبعد ذلك يتم امتصاصه عندنا أنواع الهيتروتروفيك أورغانزمز الكائنات ذاتية غير ذاتية التغذية. عندنا الكارنيفورز they eat only meat طبعا هذه أنواع الكائنات المفترسة تكون في الغالب ستتغذى على اللحوم أمثلة lion, tiger, wolf and etc. herbivores the plant eaters الكائنات تتغذى على الأعشاب أو على النباتات they eat only plant example are sheep, gazelle and cows and etc. omnivores plant and meat eaters الكائنات غير ذاتية التغذية ثنائية التغذية في نفس الوقت they eat both plant and meat example monkeys birds and humans and etc. هذا كل ما يخص محاضرة اليوم دمتم في أمان الله.